علشان نشوف ايه اللي حصل وازاي نقدر نضمن فرض اليات معينه لتنظيم الاداء الاعلامي عامه، لانه حتى قصر المساله على الاعلام الرياضي، ما احنا بنشوف برامج كتيره في التوك شو هي اللي بتنتج فيديوهات، هي اللي بتقدم تعليقات، هي اللي بتتحول محتواها الى ماده، يعني تحول الى السوشيال ميديا. الناس لما بتشتكي من السوشيال ميديا، طب ما السوشيال ميديا عايشه على ايه؟ بتتغذى على فيديوهات من البرامج، برامج رياضيه تستضيف ناس ملهاش اي علاقه بالرياضه، ما عندهاش اي قدر من الحرص على الرياضه والحتى على الروح الرياضيه، وتبث وتضخ معلومات غلط ونتائج غلط وتقييمات غلط واراء غريبه جدا هدفها ازاي يركب الترند عشان الفيديو يتاخد يعمل نسب مشاهده عاليه يتحول الى حاجه كوميكس كده على صفحات السوشيال ميديا المختلفه، ويتقال اصل ده السوشيال ميديا. لا يا سيدي، المصدر جاي من النبع بتاعه من البرامج نفسها، البرامج التوك شو والبرامج الرياضيه وبعض القنوات اللي بتقدم مواد وبتستخدم ضيوف غير جادين غير واعيين لخطوره المساله، يسخر من ده، يذبح خروف لو الاهلي خسر، وتشوفوا كلام غريب جدا جدا ملوش علاقه لا بالرياضه ولا بالاعلام ولا باي حاجه، بس من غرابته مطلوب عشان البيه يركب الترند، يركب الترند ومش مشكله يدخل بالرياضه في الشجره. هو ده اللي حاصل. ونرجع نلوم الشباب الصغير بتاع السوشيال ميديا، ما انت اللي اديته الماده الدسمه، انت اللي اديته اللفافه المسمومه، انت اللي صنعت وانتجت الفيديو اللي مخلي جماهير الناديين بيتراشقوا بينهم وبين بعض لمجرد ان انت تستضيف لاعب سابق او حد مهرج مش واعي لخطوره المساله، مش محترم المنافس، مش مدرك ان الكلام اللي بيقوله بيأذي ملايين المشاهدين والجماهير للنادي الاخر، محدش بيركز في ده. لكن زي ما بقول لحضراتكم هي دي المساله، الجزئيه اللي قالها الدكتور اشرف صبحي هي المهمه، ازاي نقدر نحافظ على الاستمراريه؟ وازاي نقدر باستمرار نعاقب المخطئ لوحده؟ نعاقب المخطئ لوحده دون ازدواجيه معايير، لانه حتى في ازدواجيه المعايير الاعلى للاعلام برضه في تشكيل سابق. فاكرين حضراتكم مره طلعنا في مجله الاهلي وقلنا قبل ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي يواجه الزمالك ليله الخميس. فقامت القيامه على فكره ليله الخميس ومنها اسقاط، وكانت المساله غريبه جدا وكانه مجله الاهلي ارتكبت جريمه لما قالت الخميس في العنوان. وتحذير وانذار، شفتوا انتوا لو فاكرين الضجه الكبيره من سنتين تقريبا، يجي بعد ما اكلمكم على ازدواجيه المعايير، لانه جزء من الحل الصح العدل. العدل في انك انت في خطا تواجهه بخطا، حاسب الخطا نفسه. لكن هذه الازدواجيه هقول لكم ايه اللي حصل بعديها. مجله الزمالك اخذت تقريبا نفس العنوان، الزمالك كسب يوم الخميس فبقى الزمالك عريس ليله الخميس. كل اللي زعلوا على الخميس بتاع الاهلي، محدش جاب سيره خميس الزمالك خالص. هفكركم انا بالزمالك عريس ليله الخميس، هتشوفوها دلوقتي على الشاشه، محدش اتكلم. رغم بقول لكم هو نفس الخميس، ودي مجله نادي ودي مجله نادي، عشان كده احنا بنتكلم على ازاي نقدر نحاسب الكل بمصوره واحده بمعايير واحده. هنا بتلوم يبقى هنا تلوم، لكن تغض الطرف عن حد وتجامل حد او تسكت عن حاجه، لا، ده مش بس مجلة الزمالك، ده انت هتشوف كمان المصري اليوم، وهو ده جورنان برضو مستقل مش بتاع نادي، ياخد نفس العنوان لما الزمالك كسب، الزمالك عريس ليلة الخميس في المرتين. لا مجلة الزمالك حد اتكلم على الخميس بتاع الزمالك، ولا المصري اليوم لما استخدم نفس العنوان حد اتكلم. عشان كده بنقول زي ما انت عايز تقاوم وتناقش، حاسب الكل بمصورة واحدة. طب ايه رايكم؟ ده ما وقفتش حتى عند الجرايد. المعلق الرياضي وهو بيعلق على المباراه يتكلم على ليله الخميس ويتكلم على فوز الزمالك ليله الخميس، محدش لامه. هفكركم بالكابتن حاتم بطيشه. الخساره الوحيده اصابه الونش وخروجه، لكن في مباراه الخميس الزمالك هو العريس، في مباراه الخميس الزمالك هو العريس، في مباراه الخميس الزمالك هو العريس. حاتم بطيش الراجل وهو بيعلق بيستخدم نفس المصطلحات،
انا بتكلم على غض الطرف على حاجه واستخدامها في حاجه. هنا العدل، هنا العدل، وهنا توحيد المعايير. ودي الاكواد الاعلاميه اللي قايمه على العدل، اللي قايمه على الانضباط، اللي قايمه على الالتزام. فكركم انا قلت لكم مجله الزمالك والمصر اليوم الاثنين استخدموا نفس المانشيت ونفس العنوان. ادي المصر اليوم، الزمالك العريس في قمه الخميس، محدش قال ان هنا في اسقاط غريب او غير مقبول او اخلاقيا مرفوض. وده جورنال مش بتاع نادي. حتى مجله الزمالك سبقته اخذت نفس العنوان. انا بس بفكر بحته ضروره توحيد المعايير على الجميع. الزمالك عريس في قمه الخميس، العنوان استخدم كتير كتير، بس مش بالضروره ان لما حد ياخده يبقى يقصد اسقاط ما. هنا توحيد المعايير وفرض الاكواد الاعلاميه على الجميع، هي دي المساله المهمه. انت عندك اكواد اعلاميه حاكمه، عندك ميثاق شرف موجود، عندك مدونه سلوك موجود، عندك ناس في لجان المتابعه والشكاوي موجوده. ازاي يقدر الكل فعلا يضبط هذا الاداء؟